بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الصوت واضح؟ لو واضح اكتب واحد بعد اذنكم. خلاص الصوت واضح، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آمين. بالنسبة للتمرين، المحاضرة اللي فاتت بعض كتير ناس ما بعتتش، مش عارف يعني هل السؤال ما كانش واضح ولا ايه. نبدأ المحاضرة إن شاء الله بإذن الله. هنحل بس التمرين بتاع المحاضرة اللي فاتت إن شاء الله، وبعدين نبدأ في المحاضرة الجديدة، تمام؟ طيب الصوت مظبوط، الدعم الفني بيقول الصوت مظبوط. طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة الجديدة، بس عشان ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقوم بسم الله الرحمن الرحيم. فاضطريت تمرين بسيط كده المرة اللي فاتت بخصوص بس عملية خزان عالي، وأنا عملت بس بعض التمارين على الموبايل. وطبعا التمرين بسيط بس كانت بس الناس يعني مش عارف هل السؤال ما كانش واضح ولا ايه. بس خلينا نبدأ بالتمرين كده، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي قدامكم دي جدول كميات من هيئة مياه الشرب والصرف. لا صوت يكتب واحد بعد اذنكم، واللي ما عندوش يكتب اثنين. طيب تمام الصوت كان ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن خطوات مشاريع التشييد، واتكلمنا عن حصر الكميات في خلال هذه الخطوات، واتكلمنا برضو عن المواصفات الفنية، وعن بعض التعريفات الخاصة بإدارة المشروع، تمام. وقلنا دينا تمرين بسيط كده ازاي نقدر نعمل جدول كميات ومواصفات لمشروع خزان عالي، تمام. يعني كتير من الناس ما بعتتش، مش عارف ليه. هل السؤال كان صعب ولا حاجه؟ مع انه بنديه زي ما حضراتكم شايفين، تمام. والمواصفات بتاعته سهله سهل، يعني انا طلبت العمل الخرسانيه بس، العمل الخرسانيه المسلحه الخزان فقط. نستعرض مع بعض كده المواصفات الفنيه الخاصه بعمل هيكل العلوي والخرسانات المسلحه الخزان بسرعه كده. اول حاجه المجال، يشمل اعمال التنفيذ والحارات الخرسانيه والاسقف والكاميرات للبرج، يعني برج الخزان، يعني الخاصه بحوائط الخرسانيه للخزان، وقاع وجوانب حلة الخزان والفانوس طبقا للرسومات التنفيذية. في صوت خلال مراحل التنفيذ، جميع المواد والعمالة والمصنعيات اللازمة لتنفيذ الأعمال على الوجه الآتي. بعد كده تاني حاجة في المواصفات المواد، تمام.
يعني أول حاجة المجال السكوب يعني، تاني حاجة المواد. المواد أول حاجة الأسمنت المستعمل في التنفيذ يجب أن يكون من النوع البورتلاندي العادي أو البورتلاندي سريع التسلط حسب الصنع والمطابق للمواصفات القياسية المصرية مع مراعاة اشتراطات تخزين وتشوين الأسمنت طبقا للقود المصري. المادة اللي بعدها ركام الخرسانة النزلة والرمل طبقا للمواصفات القياسية المصرية، ويراعى خلوه من الشوائب والالتزام بالتشوين طبقا للكود المصري. بعد كده الماء المستعمل في خلط مكونات الخرسانة يكون نظيف خاليا من الشوائب والمواد الضارة. الإضافات المستعملة في أعمال الخرسانة يجب ألا يبنى تأثير ضار على مكونات الخرسانة أو حديد التسليح. تمام. خامس حاجة صلب التسليح والاشتراطات الخاصة به. طيب كل الحاجات دي بعد كده شروط التنفيذ. أول حاجة الخرطات الخرسانية ومقدار الهبوط، تاني حاجة شد الاشتراطات المطلوبة، تالت حاجة أعمال الصب والدمج والاشتراطات، رابع حاجة هوكاية الخرسانة وعلاجها، خامس حاجة فك الأبوات والزمن المطلوب لكل عنصر، بعد كده قياس السعر، تقاس أعمال الخرسانة المسلحة هندسيا بالمتر المكعب للأعمال التي يتم تنفيذها طبقا للرسومات الهندسية والمطابقة للمواصفات. تمام. طيب احنا كنا بنجاوب بس على السؤال بتاع المره اللي فاتت، وكل الحاجات دي احنا انا بس بتكلم باختصار يعني. كل الحاجات دي يجب ان تكون بالتفصيل. نبدأ في المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنتكلم فيها طبعا دي تاني محاضرة، الأعمال الترابية. الأعمال الترابية بتشمل إيه؟ تشمل إعداد الموقع وأعمال التسوية والحفر والردم تخصيص وحماية الميول. طبعا مش هنتكلم عن البند الخامس ده لأنه في الغالب يعني مبيناش كتير في الأعمال الإنشائية. هنتكلم عن أعمال إعداد الموقع وأعمال التسوية وأعمال الحفر وأعمال الردم. تمام. الأعمال الترابية للمنشآت تحت سطح الأرض، طبعا الأعمال الترابية بتختلف طبعا تبعا لطبيعة ونوعية الأعمال كالتالي. الأعمال الترابية للمنشآت تحت سطح الأرض، الأعمال الترابية لأعمال المرافق العامة كشبكات الصرف والتغذية وكابلات الكهرباء وخلافه، الأعمال الترابية للقنوات المائية والترع يعني شق المجاري المائية والمصارف، الأعمال الترابية للمنشآت المائية كباري والسدود، الأعمال الترابية لأعمال تغويص المنشآت وإنشاء الطرق ومهبط الطائرات، الأعمال الترابية لأعمال التسويات وإنشاء الملاعب. تمام. طيب حد يديني مثال على الأعمال الترابية للمنشآت تحت سطح الأرض. حد يديني مثال للأعمال الترابية للمنشآت تحت سطح الأرض. ماشي. البدروم. تمام. البدرومات. ماشي.
السدود، لا مش السدود، السدود تبع المنشآت المائية والخزانات، تبع خزانات المياه. ماشي، خزانات المياه الأرضية مش المياه العالية، خزانات الأرضية. طيب طبعا الأساسات، مصارف المغطى. طيب أول حاجة، إعداد الموقع بتشمل أعمال الاستكشاف والمسح وإزالة المعوقات والمواد والمخلفات والنباتات والأشجار، وأعمال إزالة المنشآت القائمة ضمن حدود الموقع. تمام، عشان نتكلم بالتفصيل عن إعداد الموقع كتير يعني، اللي عايز يطلع. طيب طب حد يدينا مثال على إزالة المعوقات الموجودة في الموقع، حد يدينا مثال على المعوقات الموجودة في الموقع. الأشجار، ماشي، شبكة مياه قديمة، تمام. ولو عندي أساسات قديمة، عندي كابلات، عندي خطوط مياه، تمام، كله تمام، الله ينور، المباني القديمة. طيب نبدأ في أعمال التسوية، تشمل تمهيد الموقع للوصول للمناسيب المطلوبة حسب الرسومات، دي أول حاجة. تاني حاجة، أعمال التصوير من قطع وردم ودق التربة وتشكيل الأرض حسب الرسومات. تالت حاجة، إزالة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية المخصصة لذلك. كل دي ضمن أعمال التسوية، الليفلنج يعني. مقياس لأعمال التسويات بالمتر المسطح، غالبا، كلمة غالبا دي مهمة، غالبا، فيما عدا أعمال القطع والردم التي تزيد ارتفاعها عن 50 سم، بتكون بالمتر المكعب. نكتبها بس في السلايد إن شاء الله، تكون في المتر المكعب، تكون بالمتر المكعب. خلاص، هنتكلم عن عملية التسوية وهنشوف إزاي نحسبها بس في آخر المحاضرة إن شاء الله. بعد كده عمل الحفر. عمل الحفر يعني إيه عمل حفر؟ يعني إزالة التربة أو الصخور طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات ووثائق العقد. طبعا اتكلمنا عن وثائق العقد المرة اللي فاتت يعني، حتى لو بسرعة كده، ايه هي وثائق العقد؟ يلا يا شباب، ايه هي وثائق العقد؟ الرسومات، المواصفات، المواصفات طبعا بتشمل 5 حاجات زي ما احنا قائمة الكميات، الشروط العامة والخاصة، التداول الزمني، تمام، شروط التعاقد. خلاص تمام، اهو كده الناس كلها فاكرة اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. طيب، ونقلها من مكانها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها. طبعا البلدية ما بتسمحلكش إن أنت ترمي نواتج الحفر في أي مخصص لك مقالب عمومية تقدر ترمي فيها، تمام، تكون في الغالب خارج المدن يعني، ولا يسمح بإعادة استخدامها، إعادة استخدام يعني ناتج الحفر يعني، إلا إذا كانت صالحة لذلك، لذلك يعني للرد، بتقرير من معمل التربة. أنا دي تقرير أو مذكورة في تقرير التربة والأساسات، اللي هو تقرير الجلسات اللي هو جاي مع العقد في البداية، ويقول لك إن أنت ممكن تردم بنواتج الحفر، ماشي. تمام؟ طيب، أعمال الحفر بقى يعني تشتمل على إيه؟ تشتمل على الحاجات اللي إحنا هنقولها دي، هي نفس الحاجات، هي نفس طبيعة الأعمال التربة، بس يعني هنوضحها شوية. أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ الأساسات والطرق ومنشآت المية، حفر لتفريغ جزء من الموقع لبدروم أو حمام سباحة أو على أي غرض تصميمي يقتضي عمل مناسيب أو ميول أو تسوية، حفر الخنادق وبيارات الصرف وشبكات المواسير، حفر تغويص المنشآت،
حفر الأنفاق، تمام؟ طبعا الحفر لازم أساسات، احنا بنعتبر الحوائط السامة. واحد بيقول لي حفر التغويص، يعني ايه التغويص؟ يعني عندي مثلا في انواع مثلا من بغال الكباري، تمام، البغله بتاعت الكوبري او العمدان بتاعت الكوبري، او مثلا ايه، او الكيسوس القاصونات يعني، او الابار. بعمل الاول تفريغ بهواء مضغوط جواها، وبعدين بملاها بالخرسانه لحد، وبحفر تحتها، بنزل عمال في غرفه الهواء المضغوط ده عشان تحفر جوه الكيسون، وتحفر تحته كل لما اصب الخرسانه تنزل. هو ده التغويص، هو ده الحفر التغويص. يعني انا بحفر تحت الكيسون عشان تنزل في مكانها او في العمق المناسب، تمام؟ وضحت؟ يعني لا، احنا مش هنتكلم بقى يعني ايه بيارات والحاجات دي، المفروض نعرف يعني ايه بيارات. بيارات اللي هي خاصة بالصرف الصحي. طيب نخش بقى على انواع الحفر. عندي انواع الحفر في تربة عادية، بتشمل الحفر في جميع انواع التربة غير الصخرية زي الطين والطين، وتم الحفر فيها بطريقة يدوية او بآليات الحفر العادية كالبلدوزر وغيره. يعني الطريقة اليدوية اللي هو الكوريك والغلق والحاجات دي كلها، انما الآليات الحفر زي البلدوزر طبعا دي في الحفر في التربة العادية. اما الحفر الصخري بقى زي صخور الجيرية القاسية أو البازلتية أو الرخام مثلا، بتحتاج لتفتيت أو استخدام المواد الكيميائية أو التفجير، وفي حالة اللجوء لاستخدام مواد ناسفة يلزم أخذ جميع الاحتياطات بحيث لا يؤثر الناس على المنشآت القريبة المجاورة. طبعا احنا بنعمل دراسات عن موضوع التفجير، وفي مهندسين متخصصين في الموضوع ده قبل ما بنبدأ التفجير. في مواد كيميائية بتفتت الصخرة أو بتعمل عمليات تفاعل كيميائي مع الصخر عشان يتفتت، خلاص. وطبعا لو هو الصخر بسيط، طب امتى بنرجع للتفجير؟ لما يكون خلاص انا ما قدرتش، استهلكت جميع الوسائل المتاحه ليا، صخور صلبه جدا زي البازلت او الرخام مثلا، فبستخدم التفجير، خلاص. طيب خلي بالكم معايا بقى في الجزئية اللي جاية دي، مهمة جدا جدا. العوامل المؤثرة على تصنيف بنود الحفر. ازاي بصنف بنود الحفر عندي في المقايسة؟ أول حاجة نوع التربة، يعني تربة مثلا متماسكة زي الطين والطمية، ولا غير متماسكة زي الرمل. يعني أنا قسمها مثلا بندين، حفر في التربة المتماسكة زي كالرمل أو كالطمية أو الطين، وحفر في تربة غير متماسكة كالرمل، تمام. تاني حاجة البنود الآمنة للحفر وزاوية الاحتكاك الداخلي، وفي حالة طولية والطين ظهر 60% من زاوية الاحتكاك إذا وجدت مياه جوفية، لأن المياه الجوفية بتأثر على زاوية الاحتكاك الداخلي زي ما احنا خدنا في الشوي، بتأثر على ثبات تمام. طيب نوع التربة، أنا عندي نوع التربة
يعني انا لو عندي مثلا تربه شديده التماسك هعمل لها ميل قد ايه؟ لو العمق اللي انا هحفره عمق الحفر اقل من 5 متر بيبقى الميل المناسب ليا او الميل الامن واحد افقي لاثنين راسي، تمام؟ لو من 5 ل 10 متر واحد افقي لواحد راسي. اكبر من 10 متر يبقى واحد افقي وواحد راسي مع عمل مسطيح. يعني ايه مع عمل مسطيح؟ يعني هاجي في نص المسافه واعمل مسطح 2 متر اعرضه 2 متر وبعدين اكمل ايه؟ اكمل الميل. بنلجأ للميول في كل الاحوال. بنلجأ للميول في جميع الاحوال لان لازم اعمل ميل للحفر فيما عدا التربه اللي هي الصخريه اللي ممكن تثبت لو انا ما عملتلهاش ميل. انما جميع انواع التربه بعمل لها ميل اللي هي التربه الطينيه او التربه الرمليه. تمام؟ طيب عندي تربه شديده التماسك زي ايه؟ حد يقول لي تربه شديده التماسك زي ايه؟ معانا التربه الصخريه. طبعا انا ما بتكلمش عن التربه الصخريه. لا طبعا احنا التربه الصخريه احنا اتكلمنا لو قلنا صخر يعني صخر متماسك ما بنعملوش ميل. لا ماشي بس انا بقول لك شديد التماسك زي ايه؟ زي مثلا الرمل المتماسك ماشي، زي التربه الطينيه المتماسكه ماشي، زي التربه الطفل ذات نفسه قبل ما يجيله ميه بيبقى متماسك جدا من غير ما يجيله ميه يعني. طيب التربة متوسطة التماسك تمام أقل من 5 متر بنعمل ميل واحد لواحد، من 5 ل 10 متر بنعمل 3 لـ2، أكبر من 10 متر من 2 أفقي لواحد رأس بعمل مسطح بيرم. هاجي في نص المسافة برضو وأقوم عامل إيه؟ بيرم سواء على مرة أو مرتين. الكلام ده كله بيهمني الكلام ده كله بيهمني كمهندس مقاول. ليه؟ لان الميل طبعا انت بتعمل ميل ما بتحاسبش عليه، تمام؟ ميول الحفر ديت انت ما بتتحاسبش عليها، انت بتتحاسب على الحفر اللي موجود عندك في المخططات. هو ده الفرق اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، عن حصر المهندس المقاول على الحصر المالي. تمام؟ طيب هناخد برضو ان شاء الله ناخد مثال عملي على الموضوع ده. انت طبعا بتحاسب على الحفر الهندسي ماشي، برافو. نتكلم على اخر حاجة، تربة ضعيفة التماسك اقل من 5 متر بعمل 2 افقي لـ1 رأس ميل. من 5 ل 10 متر بعمل 4 افقي لـ1 رأسي بعمل مساطيح على مرتين او 3 او ستاير سندة، وفي الغالب بحتاج ستاير سندة لان هي ضعيفة التماسك من 5 ل 10 متر. هنتكلم عن الموضوع ده بعد كده. اكبر من 10 متر بستخدم ستاير سندة. ايوه في التربه شديده التماسك متوسطه التماسك ما بنبداش العمل حوائط سنده الا اذا زادت الارتفاع عن 10 متر. يعني ايه مساطيح؟ بير مثل تسال بقى عن المساطيح يعني خش على
الجزء ده، الجزء ده يعني مصطلح أو بيرم. ها طبعا المسافة من هنا لهنا، معلش المسافة من هنا لهنا احنا قلنا من 5 لـ10 متر، 5 لـ10 متر المسافة دي. طبعا ده مش ترعة، الأخ اللي بيقول ده ترعة، لا دي مش ترعة، دي ده حفر، حفر بس ساعات مثلا قاع حفر. أنا ما بتحاسبش بس غير على الجزء ده من أول هنا لحد هنا، يبقى من أول هنا لحد هنا، من أول هنا لحد هنا تمام. ده قياس مهندس المالك، من أول هنا كده لحد هنا كده قياس مهندس المقاول، تمام كده وضحت؟ تمام. تاني يا هندسة، اهو بيقول لي اكبر من 10 متر، 2 افقي لواحد راسي مع عمل مستوى. يعني لو زادت المسافة دي عن 10 متر تمام، بعمل مستوى في نص المسافة، ومع الاخذ في الاعتبار الميل بتاع الحفر هنا لازم يكون زي الميل بتاع الحفر هنا. تمام ثانية، خلاص وضحت؟ واضح يعني ايه مصطلح؟ الناس اللي بتقول يعني ايه مصطلح، يعني كتف، انا باخد كتف كده او جسر مثلا في نص الطريق عشان التربة طبعا ما تنهارش، او التربة حصل لها انهيار تبقى مشكلة. لو انت عامل التربة واقفة كده او حفرت التربة واقفة كده هتحصل كارثة، الناس اللي واقفين هنا تحت هنا التربة ديت هتنهار عليهم، وبالتالي هتخش في سين وجيم طبعا ولام ونون، تخش السجن طبعا، تبقى مشاكل. ستائر السنده ديت يعني، يعني زي الحوائط السنده، زي الحوائط المعدنيه، زي مثلا الشيت وول، زي الشيب او الشيب بايلز، يعني زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي اي حاجه تسند جوانب الحفر بصوره مؤقته او بصوره دائمه، دي اسمها الستائر السنده. محفورة على مرحلتين تمام، الصوت واضح؟ طب اللي عنده صوت يكتب واحد، الصوت موجود تمام. بعد كده العوامل المؤثرة على تصنيف بنود الحفر، العوامل المؤثرة على تصنيف بنود الحفر.
اول حاجه اعمل كل حفر المطلوب، يعني انا لما احفر زي ما انا قلت قبل كده، لما احفر 2 متر مش زي احفر 5 متر، مش زي احفر 10 متر، كل حاجه ماشي. وعمق الحفر تحت سطح الارض، وعمق الحفر الخنادق والمواسير برضو مختلفه. تمام، نوع الاساسات وطريقه التنفيذ. يا جماعه خلي التعليقات او الحاجات اللي هي ملهاش لازمه نخليها يعني نفسها، واي واحد عنده اي سؤال نخليه لاخر المحاضره لو سمحتوا، عشان بس ما نقطعش على الناس. نوع الاساسات وطريقه التنفيذ. عندنا حفر الاساسات المنشات وحفر الخنادق والمواسير وغيرها. طيب عندي بعد كده منسوب من نوع الرشح، طبعا بيأثر في تصنيف بنود الحفر زي ما احنا هنشوف. تصنيف بنود الرشح الى اعمال الحفر فوق مياه الرشح واعمال حفر تحت مياه الرشح. انا بفضل كلمة مياه الرشح على المياه الجوفية، لان المياه الجوفية بتحيلك ان المياه دي جاية من اعماق كبيرة من تحت الارض. خلاص، انما مياه الرشح معناها المياه الارضية، لازم ندرس الموضوع ده كويس. وعندي مياه الرشح لازم اعمل بير او مصطاح زي ما احنا شرحنا دلوقتي، بعرض منسوب عند منسوب مياه الرشح عند الحفر، بعرض ملائم يعني عند منسوب مياه الرشح عند الحفر. تمام، موقع الحفر. في حفر في مكان مكشوف، مكان واسع وتقدر تشتغل فيه براحتك، حفر في الصحراء مثلا، حفر في مكان ما حواليكش جيران فيه، وحفر بين المنشآت القائمة سواء لتوصيل مثلا ختمة أو عمل نفق أو أي حاجة. حفر تحت المنشآت، حد يديني مثال بقى الحفر تحت المنشآت. يلا يا شباب. زي الأقفال، ماشي. أيوه هو ده المطلوب، تقوية الأساسات، تقوية أساسات منشأ قائم. تمام، أو تدعيم الأساسات يعني، أو حقن تحت الأساسات سواء بالأسمنت أو بالمواد الكيميائية. تدعيم الاساسات. تمام، الله ينور. لا انا بحفر تحت المنشأة، ماشي. تعال بقى لطريقة تبويب البنود، مهمة جدا المواضيع دي، على اساس انت لو عملت عملية طرح تبقى فاهم الموضوع من اوله لاخره، مش بس عملية حصر. عشان انت لو مهندس مقاول هتفهم الموضوع، لو مهندس مالك طبعا الموضوع ده يهمك جدا. طريقة تبويب البنود، بيعمل بند منفصل بعد عمق 2 متر لكل 1 متر حفر. يعني أنا عندي 2 متر أول حاجة، بعدين 3 متر ل 4 متر، وبعدين من 4 متر ل 5 متر وهكذا. وفي حالة وجود مياه الرشح زي ما احنا اتكلمنا، مياه الرشح بتأثر، ماشي، بعمل كل نص متر بعد 1 متر. يعني اول حاجه 1 متر، بعدين نص متر، بعدين 1.5 قصدي، بعدين من 1.5 ل 2.5 وهكذا، من 2.5 في حاله وجود مياه الرشح. المعدات المستخدمه مش هنتكلم عنها لان دي مش مجالنا، لما نتكلم عن حصر الكميات بس، انما اعمال التنفيذ ان شاء الله في محاضرات تانية، او اي حد ان شاء الله ممكن زميل يديها ولا اي حاجه.
فهنتكلم عن سند جوانب الحفر. كل الأعمال اللي جاية دي المقاول بيقوم بيها، معدات الحفر بتكون ضمن، انت بتكون ضمن بند الحفر، طبعا بيكون ليها تأثير، وهناخد ايه تأثيرها ان شاء الله في اخر محاضرة، بس في الاسعار بس، في التسعير بس. الحاجات اللي جاية دي الحاجات اللي جاية دي المقاول بيقوم بيها بس ما بياخدش فلوس عليها. يعني ايه ما بياخدش فلوس؟ يعني ما بتحاسبش عليها، يعني هو بيعملها من ذاك، لا ده من اصول العمل اللي هو يعملها حتى ان لم تذكر في المواصفات. خلاص؟ زي ما هنتكلم. طيب اول حاجة سند جوانب الحفر، احنا قلنا يجب على المقاول عمل ما يلزم لضمان ثبات جوانب الحفر، اتكلمنا عن الموضوع ده والشباب سألوا فيه، عندما يزيد عمق الحفر عن 4 متر. في السلايد اللي فات كان من اكتر من 10 متر تقريبا بيتم عمل سند جوانب، لا ما بنعمل لو زادت عن 4 متر. تمام؟ أو تكون جوانب الحفر قريبة من المباني أو المنشآت التي قد تتأثر بها، وتعتبر هذه الأعمال محملة على بنود أعمال الحفر ما لم تنص على المواصفات على خلاف ذلك. طيب، في حالة ما يكون جوانب الحفر قريبة من المباني والمنشآت القديمة مثلا، بعمل إيه؟ حد يقدر يقول لي بعمل إيه؟ ايوه، خوازيق سند الجار. ايوه، خوازيق سند الجار، اسمها خوازيق سند الجار، يعني بعمل خوازيق جنب بعضها كده، خوازيق متراصه جنب بعضها. احنا بنعطل بعدين مسح مياه، لا طبعا ما بعملش انا شيت بايتس او شيت ووردز، يعني ما بعملهاش، لان شيت بايتس تبقى في الغالب حاجات مؤقته، يعني بدقها وبعدين بشيلها، تبقى ليها معدات مخصصه، انما عايزه حاجه دايما. طيب نتكلم عن مسح مياه الرشح، يجب على المقاول عمل كل ما يلزم للإبقاء على قاع الحفر جافا طوال مدة العمل، وعلى المقاول توريد الطرمبات والآلات والمهمات اللازمة لمسح المياه بالطرق المناسبة، وتعتبر هذه الأعمال محملة على بنود أعمال الحفر ما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلك. يعني ممكن يجي لك بند في المقايسة اسمه مسح مياه الرشح، إيه المانع؟ في بعض المواصفات مثلا، في بعض الهيئات مثلا يقول لك مسح مياه الرشح بند مستقل، لو ظهرت لك مياه الرشح هيعوضك عنها، بس هي في الغالب بتبقى محملة على بنود الحفر. تمام؟ وكذلك سند جوانب الحفر اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب في نقطة، نرجع تاني لسند جوانب الحفر، الناس قالت طبعا لازم اعمل سند جوانب الحفر لان حصلت مشاكل كتير بالنسبه للموضوع ده. تبص تلاقي عماره قديمه مثلا، وتبص تلاقي واحد بيحفر جنبها ومش عامل اي احتياطات ولا اي حاجه، طبعا العماره بتقع، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده لانها بتدخل في مشاكل. يعني بيقول لي بالنسبه لو انا عملت خوازيق جار، هل المقاول هيتحاسب عليها ولا لا؟ لو هي مذكوره في جداول الكميات هتحاسب عليها، بس لو مش مذكوره فهي ضروره من ضرورات العمل،
لازم تتنفذ. خلاص احنا كل الحاجات دي احنا بنتكلم على بنود المقاول مش هيتحاسب عليها، ولو هي موجودة هيتحاسب عليها زي ما احنا قلنا. خلاص طيب، بعمل في بعد كده كميات الحفر الزايدة. ايوه بالظبط كده، وهو بيحط اسعاره وبيعمل حسابه، لان هو بيعمل في البداية حاجة اسمها زيارة موقع، بس هي هنتكلم عنها دي زيارة الموقع، لانه بيشوف الظروف المحيطة ايه بالموقع، ويشوف كل المشاكل اللي ممكن تقابله ايه. خلاص نيجي بعد كده على كميات الحفر ازاي. طيب لو انا حفرت الاعماق اكبر من الاعماق اللي موجوده في الرسومات او موجوده في تقرير التربه، هتحاسب عليها؟ طبعا لا. ولا هتحاسب عليها لو زاد عن الرسومات؟ زايد عن الرسومات، هعمل عمق حفر ازيد من الرسومات عمره ما هتحاسب عليه. طب ايه الحال؟ الحال ان انا حفرت ازيد من المطلوب، هيكلفني حاجتين، ان انا حفرت بزياده دي تكلفه، تاني حاجه هتكلفني تكلفه تانيه اللي هي اقدم بمواد ردم جيده، هورد ردم تاني زياده وهردمه على طول. وهدقه على طبقات، تمام، وبدق عشان اوصل لنسبه الكثافه المطلوبه اللي هي ازيد من 95% حسب المواصفات. خلاص، او بصبها بالخرسانه العاديه. طبعا الكلام ده كله ما بتحاسبش عليه المقاول، تمام. يبقى انا هاخد بالي جدا من الحاجات الثلاثه دول. زاد العمق عن اللي موجود في تقرير التربه او في تقرير الجس. يعني تقرير الجس لما بيجيني بيبقى موجود فيه ايه؟ لما موجود فيه جهد التربه وعمق التاسيس، تمام، ونوع الاساسات والتوصيات الخاصه بالتقرير. فاهم حاجه ابص عليها جهد التربه وعمق التاسيس، دي اول حاجه ابص عليها، تمام. عمق التاسيس منسوب المياه الجوفيه طبعا ضروري، فاحنا بنتكلم عن الحاجات الأساسية ونوعية التربة، تمام. أول حاجة أبص عليها في التقرير حاجتين، عمق التربة، عمق الحفر وجهد التربة. عمق الحفر وجهد التربة، تمام. قال لي عمق الحفر 1.5 يبقى التزم بيه، ما زدتش عن كده، لأن لو زدت عن كده محدش هيحاسبني عليه. خلاص ننقل على النقطة دي، نخش بعد كده على بنود الردم. أعمال الردم تتضمن توريد المواد المقبولة فنيا. يعني إيه المواد المقبولة فنيا؟ ديت ليها قصة تانية. وترتيب وتمهيد ودمج المواد على طبقات طبقا للأبعاد والمناسيب والميول المبينة في المخططات والمواصفات الخاصة، تمام، والمواصفات العامة اللي احنا بنتكلم عليها دي. أعمال الردم بتشمل إيه؟ بتشمل أول حاجة الردم الإنشائي. يعني إيه الردم الإنشائي يا جماعة؟ حد يقدر يقول لي يعني إيه الردم الإنشائي؟ ستراكشر باك فيل. لأ مش بين الأواعي. احلال التربه، تمام، طبقات الاحلال بتكون تحت الاساسات، ما بتكونش ما بين الاساسات، بتكون تحت الاساسات، تمام. بعملها بالظبط زي ما اكون بعمل طريق، برص على طبقات بما لا يقل عن 20 بما لا يزيد عن 20 سم، من 15 ل 20 سم،
مستوى دج لا يقل عن 95% حسب المواصفات المطلوبة. واخد بالي جدا من الموضوع بتاع الدك في ردم انشائي عشان ما يحصلش هبوط الاساسات تبقى مشكلة. تمام. بعد كده الردم حوالين الاساسات، يبقى تاني بند من بنود الردم حوالين الاساسات وحول المواسير. تالت حاجه الردم اسفل البلاطات والاماكن المرصوفه وردم الحدائق والاحواش والمساحات الواسعه وتخليق المناسيب. الردم ده بيكون يعني ما بيشترطش فيه ان هو يوصل ل 95% من المواصفات. الردم خلف المنشآت كالحوائط السامدة وغيرها. بعدين الردم تكوين جسر الطريق. خلاص ماشي. العوامل المؤثرة على تصنيف بنود الردم، أول حاجة طبيعة العمل، يعني الردم حوالين الأساسات أو ردم داخل المبنى. تاني حاجة نوع تربة الردم، ردم التربة متماسكة ولا مفككة؟ تالت حاجة منسوب مياه الرشح، زي ما اتكلمنا عن منسوب الرشح في أعمال الحفر، هنتكلم عن منسوب الرشح برضو في أعمال الردم، متخصص بنود مستقلة حسب المنسوب وسمك الردم المطلوب. تمام. رابع حاجة مصدر الردم، يعني ردم ناتج الحفر ولا ردم مورد من الخارج. ردم ناتج الحفر زي ما احنا قلنا، لو تقرير التربة قال انك انت ممكن تردم بناتج الحفر، يبقى انت ممكن تستخدم ناتج الحفر في اعمال الرد، بس بحطه او بشونه بعيد عن الحفر اللي موجود. بعد كده رد مورد من الخارج. تمام. والاثنين تكاليفهم، يعني انا هنا هردم بحاجه موجوده جوه الموقع غير ما هروح اجيب عربيات من بره، يبقى انا لازم اراعي وانا بحسب التكلفه الحاجه دي. طيب قبل الحفر بعمل قبل ما ابدا في اعمال الحصر بعمل ايه؟ مهمه جدا الحاجات دي. اول حاجه بتطلع على مستندات العقد جيده، مستندات العقد اللي احنا قلنا عليه. بعد كده الاطلاع على تقرير التربه، معرفه نوع الاساسات وعمق التربه وجهد التاسيس والتوصيات الخاصه بالتاسيس. بعد كده مراجعه الميزانيه الشبكيه. بعد كده مراجعة المخططات المعمارية مع المخططات الإنشائية ومراجعة المناسيب والارتفاعات وعلاقتها بالأساسات. تمام. احنا كده خلصنا. قبل ما نبدأ بس في كيفية الحصر، حد ليه سؤال؟ احنا كده خلصنا تقريبا، يعني جزء. هنبدأ دلوقتي ازاي نحصر، هنمسك مبنى معين ونبدأ نحصره. بيقول لي انا ليه بردم تحت الاساسات؟ تمام، السؤال كويس. اولا التربه اللي موجوده تحت الاساسات احيانا بتكون ضعيفه او تربه ردم كبيره، فبضطر اشيل تربه الردم ديت واوصل بمناسيب الحد المنسوب المطلوب. تمام. فبحط تربه احلال او تربه او ردم انشائي. تمام. او مثلا انا بعمل جوانب طريق او طريق معين، فبعمل ايه؟ تربه الاحلال. الخمسة وتسعين في المية دي موضوع بقى، موضوع اختبارات الدم. طيب
انا هبدا احصر فيه ان شاء الله. اول حاجه الليفلنج ورك فور جيتنج فور جيتنج هتلاقيها موجوده في الشيت ان شاء الله. مش عارف ناقص بند التاني اكسكيفيشن، بند التالت باك فيلينج ستراكشر، بند الرابع جنرال باك فيلينج. واحنا قلنا الفرق ما بين الاثنين دول، الاستراكشر بيبقى تحت الاساسات والجنرال باك فيلينج بيبقى فوق الاساسات. يبقى دي الاعمال الترابيه موجوده عندي في المشروع اللي انا هبدا احصل فيه ان شاء الله. تمام، الصوت واضح. تمام، الليفلنج يعني التسويه، ليفلنج وورك يعني التسويه، بعد كده اكسكفيشن، بعد كده باك فيلينج ستراكشرال يعني الردم الانشائي، بعد كده الجنرال باك فيلينج يعني الردميات العامه اللي هي ما بين الاساسات و في الموقع العام. لا، الردم الانشائي تحت الاساسات. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. خلاص. نبدأ نمسك الأول بند التسوية. ازاي نبدا نحصر في بند التسويه؟ حد ليه سؤال قبل ما نبدا نشتغل في الحصر؟ هنبدا نشتغل في المشروع ان شاء الله. حد شايف شاشة الأوتوكاد؟ اللي شايف شاشة الأوتوكاد واحد بعد إذنكم. حد شايف شاشة الأوتوكاد؟ كلكم شايفين؟ تمام، عندي بيجيني الميزانية الشبكية بالشكل ده، بتجيني المناسيب، تمام؟ بتتنسب لروبير. أول حاجة بربط أطراف المبنى بأحداثيات ثابتة اللي هي أحداثيات الروبير اللي أنا هشتغل عليه. تمام، أو زي ما احنا شايفين نورث وإيست، كل زوايا المبنى مربوطة. وبعدين باخد مسافة معينة وليكن مثلا 15 سنتي زي ما أنا واخد كده، وأبدأ أشتغل عليه.
ومن هنا من 15 ل 20 على حسب على حسب دقة الأعمال المطلوبة. أنا عندي عشان كده أنا قسمت 15 في 15 تقريبا، تمام؟ طيب الشاشة مظبوطة عند الناس؟ الشاشة مظبوطة عند الناس؟ طيب أنا هقفل وأدخل تاني، ماشي؟ بعد إذنكم يعني، هنقفل وندخل تاني. السلام عليكم. لا الصوت موجود بعد إذنكم. طب انتوا شايفين الشاشة؟ شايفين الشاشة السكرين بتاعت الأوتوكاد؟ السكرين واضحة؟ سكرين سكرين الشاشة بتاعت الأوتوكاد واضحة؟ مش ظاهرة عنده يكتب اتنين، مش ظاهرة يكتب واحد. طيب كده واضحة؟ نبدأ بقى، بسم الله. طيب نكمل. أول حاجة طبعا كلنا عارفين يعني إيه ميزانية شبكية. في حد مش عارف يعني إيه ميزانية شبكية؟
خلاص سيبنا من الشاشة بقى. طيب حد يقول لنا يعني ايه ميزانية شبكية عشان الشباب اللي مش عارفين؟ رفع مناسيب الموقع، رفع مناسيب الموقع كل مسافة معينة مأخوذة من الروبير، كل دي معناها الميزانية الشبكية. تمام، زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا مش شايفين كده، بتقسم لمربعات. تمام، واحد اتنين تلاتة أربعة لحد آخر، لحد آخر مربع 42 مثلا أو وهكذا. المربع طبعا كل مربع له 4 أركان، كل مربع له 4 أركان. شاشة الإكسل، الصوت واضح؟ ده فين الصوت واضح؟ تمام. أول حاجة باخد الأربع الموجودين عندي دولت وبحطهم في بوينت واحد، بوينت اتنين، بوينت تلاتة، بوينت أربعة زي ما احنا شايفين. باخد المنسوب الروبير اللي هو 100، تمام، اللي هو موجود عندي، وبنسب بناء عليه بقية النقط. تمام، وبعدين باخد الافريج ليفل ما بين الاربع نقط دول زي ما احنا شايفين. باخد اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، وبعدين بقسمهم على 4. يعني المعادلة كالتالي: أول واحدة زائد تاني واحدة زائد تالت واحدة زائد رابع واحدة، وبعدين بقفل القوس وبقسم على 4، بتديني المعادلة اللي احنا شايفينها دي. تمام؟ طيب بعد كده عندي الليفلنج ليفل. أعرف يعني إيه الليفلنج ليفل؟ أخش عندي الطريقة أو الفيوتشر رود اللي عندي. تمام؟ منسوبه كام؟ أو متوسط منسوبه كام؟ بالنسبة للمنسوب اللي احنا خدناه، منسوبه 110، 100.10. تمام، 100.10 بطلع عنه
30 سم تقريبا، عشان ده فيوتشر لسه هيترصف وهيجي عليه اسفلت وهيجي عليه طبقات الطريق، فبطلع عنده 30 أو 40 سم، فبيبقى بدل ما 110 بيبقى 100.40. يبقى أنا منسوب التسوية بتاعي هطلع على المنسوب اللي هو يبقى الليفلنج ليفل بتاعي 100.40. باخد الافريج ليفل تاني، باخد الافريج ليفل بتاع النقط اهوت، وبعدين باخد بعد كده الليفلنج ليفل اللي هو ده، وبعدين بنشوف الديفرنس الفرق ما بينهم، الفرق ما بين الافريج ليفل والليفلنج ليفل بيديني الديفرنس، بعدين بضرب في مساحة كل مربع تمام عشان يديني حجم، عشان يديني حجم الردم او حجم الحفر اللي انا محتاجه في المربع ده. طيب بس نخلي بالنا مش كل المسافات هنا متساوية، في مسافة 20 طيب. بعد كده القط او قطع يعني بيساوي، طبعا الشغل اللي انا شغال ده بالمتر المكعب، هو قال لي مثلا في المقايسة ان الاعمال بالمتر المكعب، فانا شغال على هذا الاساس. في نوع تاني من الحصر اللي هو بالمتر المربع، بعد ما نخلص ان شاء الله هنشوف يعني ايه حفر متر مربع تمام. وبكرر بقى العملية ديت بالنسبة لبقية النقط. يعني أنا عندي هعمل عملية حسابية مثلا بالنسبة للنقطة رقم 1 اهيت، امسح كل ده الافريج ليفل. هحسبه ازاي؟ هفتح قوس وبعدين اول نقطة زائد شفت زين، وبعدين تاني نقطة اول نقطة في القوس على 4 ومتك انتر تمام. ادتني الافريج ليفل تمام، بعدين بجمع بعدين بطرح ده ناقص ده بيديني الديفرنس ده اهو، ده بيساوي ده ناقص ده تعطينا الديفرنس، يديني الديفرنس. بعدين الاريا اللي هي كام؟ 15 في 15، في نقط تانية 15 في 15 اللي هو المربع او مساحة المربع تمام. وبعدين بيديني مساحة او كمية القطع قد ايه،
كمية القطع قد ايه. طيب ده بالنسبة لحساب كميات القطع او الردم بالمتر المكعب. طب لو انا عندي بقى كميات القطع او الردم عايز احسبها بالمتر المسطح احسبها ازاي؟ عندي مشروب التسوية 100 100.40 تمام. فأنا هروح أشوف المربعات الحفر والردم اللي موجودة عندي. كل ده حفر، هما بس مربعين ولا تلاتة اللي هما هيبقوا ردم، ده هو الجزء اللي ورا ده. طيب باخد كده بحدد المتر 40 اللي هو هيكون موجود عندي، مثلا هيبقى هنا، بعدين هو هنا اهوت، بعدين هنا، بعدين هنا، تمام. فدي مساحة بس الايه اللي هتبقى الحفر الردم اللي موجود عندي، بقية المساحة هتبقى الردم. طيب بحسب المساحة دي ازاي بالاوتوكاد؟ بعمل بولي لاين على المساحة دي اهي، بي ال طبعا الامر بتاعنا بي ال، انتر، خد اهو النقطة، بعدين كده كده تمام. وبعدين بعمل بروبابيلتس تديني الاريا على طول هنا تحت اهي على طول اريا اهي، مع الاخذ في الاعتبار ان الابعاد اللي موجودة دي سواء بالمتر ولا بالملي، نشوف انا احنا راسمين بالمتر ولا بالملي تمام. تاني بعمل امر بولي لاين بي ال انتر، وبعدين باخد اول نقطة، بعدين بمشي على النقطة اللي موجودة عندي كده اهي، بعد ما حددت منسوب التسوية كله تك انتر، بعدين بعلم عليه بتك بروبابيلتيز، اخش على الاريا، اريا اهيت 5 0 3 4 5 8 3 7.5 تقريبا بالمليمتر، بالمليمتر المسطح دي تمام. تاني بعمل امر بولي لاين بي ال انتر تمام، وبعدين باخد اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، خمس نقطة، وبعدين بتك انتر، بعدين بعلم عليه وبروح لبروبابيلتيز، وبعدين بخش على الاريا بيديني المساحة اللي موجودة عندي تمام. طيب طبعا النقطة بتاعت 104 دي بعرفها نسبة وتناسب، بجيبها نسبة وتناسب، يعني بشوف المسافة دي قد ايه بالنسبة للمسافة دي، انا هنا 106 وهنا 103 تمام، بالنسبة للتناسب بتبقى 104 فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ اتحسب بالظبط. وبعدين 104 هنا اهي، ده هو منسوب التسوية. وعرفنا ازاي منسوب التسوية بنجيبه في البداية خالص. يبقى احنا حسبنا كده مساحة الردم اللي موجودة عندنا. الباقية دي تبقى ايه؟ مساحة الحفر. واضحة؟ واضحة؟ تمام. انا عندي اول مساحة دي اللي احنا قلنا اللي هي مساحة الردم، لان المناسيب هنا اقل من منسوب التسوية تبقى مساحة ردم، لما هنا اعلى من منسوب التسوية تبقى مساحة حفر تمام. فانا باخد خط التسوية ده
اللي هو بيفصل لي ما بين مساحة الردم ومساحة الحفر عشان أحسب المساحتين. طب لو قال لي زي المسألة بتاعتي أو زي البي أو كيو بتاعتي موجود فيها ليفلنج بس، يبقى هو كده سهل عليا. تمام، يبقى أنا باخد المساحة بتاعتي كلها اللي هي كام؟ اللي هي 90% و10 وأضربهم في بعض وخلاص، لا قال لي حفر ولا قال لي ردم. انما لو هو قسمها بندين حفر وردم، حفر لوحده وردم لوحده في المساحه يعني، تمام، فبحسب دي لوحدها ودي لوحدها. طيب لو هو قال لي بقى بالمتر مكعب، يبقى احنا هنحسبها بالاكسل زي المره الاولانيه زي ما احنا حسبنا قبل كده. ايوه، منسوب الطريق زائد 30 سم يدينا 140، 110 زائد 30 سم يدينا 100.40. لا سيبك من منسوب التأسيس بتاع تقرير الجسد، احنا بنتكلم دلوقتي على التسوية، لسه ما حفظناش ولا لسه عملنا اي حاجة. طيب الصوت موجود، اللي عنده صوت لو سمعته يكتب واحد. تاني الجزء الخاص بالطريق والمنسوب. انا الطريق الاول بيجيني كل، هنشرح الميزانية الشبكية من الاول معلش، بيجيني القراءات القراءات بتاعت القامة، بعدين بحولها المناسيب من الروبير، بحولها المناسيب من الروبير اللي هو موجود عندي. طبعا كل ركن بيبقى له الاحداث بتاعه زي ما انا عامل الاحداثيات كده، تمام. وبعدين بنسب الطريق برضه للروبير، اهو باخد منسوب الروبير، باخد منسوب متوسط للطريق في الجزيره الوسطى اللي هو المفروض ان هو ايه يكون موجود عندي. وبعد كده انا عندي لسه الطريق ما اترصفش، لسه هيطلع 30 سم، يبقى انا هعلى 30 سم عشان اساوي الطريق، مش معقول اكون اوطى من الطريق. تمام، فانا هعلى عشان اساوي، عشان اساوي المنسوب بتاعي بمنسوب الطريق او اعلى منه. فانا بفترض ان منسوب التسويه ده اللي هو بعد كده هيتحط عليه رمله ويتحط عليه خرسانه عاديه وبعدين بلاط الموقع العام، اللي هو ايه مساوي المنسوب، اعلى من منسوب الطريق اللي هو مساوي للطريق بعد ان شاء الله. ده فيوتشر رود لسه هيتعمل، وده كمان فيوتشر رود لسه هيتعمل، خلاص. فانا بعلى عنه ب 30 سم او ب 40، من 30 ل 40 سم كده يعني. طيب نخش بعد كده في اعمال الردم. وضحت، يبقى انا بحسب المساحه دي لوحدها ايات اللي هي مساحه الردم، والمساحه ديت لوحدها اللي هي مساحه القطع. ولو هو قال لي بقى في المقايسه ان زي ما انا واخد كده عندي ان كل المساحه مساحه تسويه، يبقى خلاص هو وفر عليا، اضرب 110 تديني المساحه كلها على طول. ولو هو قال لي بالمتر المكعب خلاص، يبقى انا بحسب زي ما انا حسبت في البدايه خالص النقط، ان انا هرجع بقى لكل نقطه ديت زائد النقطه دي زي ما انا مقسم كده مربعات. طيب هدي له نص السرعه بما اننا على اعمال الحفر، هناخد اعمال الردم بعد كده ان شاء الله، بس بعد الـ ازاي نحسب اعمال الرد بس بعد الاعمال الخرسانية لانها مرتبطة بيها. ماشي، مساحة كل مربع بتحسب ازاي؟ لا انا باخد كل مربع لوحده وبحسب له هل هو حفر او رد.
هو او قطع او رد، تمام. قطع يبقى انا عندي منصوب ال ليفلنج ليفل، قطع يبقى الافرج ليفل اعلى من الليفلنج ليفل، لو رد يبقى الافرج ليفل اقل من الليفلنج ليفل. انا ببص للاثنين دولت، ببص للفرق ما بينهم وبضرب الاثنين في مساحة المربع الواحد، فبيديني الايه سواء قطع او رد، بيديني بعد كده التوتال في الاخر. خلاص معلش، هو الشير بس مشكلة. بعد كده بيقول لي انا قصدي المربع ده اتعمل بناء على ايه؟ كل مربع دي الميزانية الشبكية اللي بتجيني من الموقع. بعد كده عندي بند الحفر، انا عندي بند الحفر هنا بندين، هو منقسم شقين يعني، بند حفر للاساسات وحفر للطيبين. خلاص هنقفل ده. بس يعني دي الرسمة بتاعت المشروع اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. كل المخططات موجودة وكل الحصر موجود ان شاء الله، وهنرفعها ان شاء الله على الايفنت، هتبقى موجودة مع كل الناس، المخططات والحصر بالكامل. بس اهم حاجة ان يعني نحاول نركز في ازاي الحصر بيتم. تمام. اول حاجه ببدا اعملها بشوف النماذج بتاعت القواعد، التربة. تمام. طب لو سمحتوا الدعم الفني، بس الدعم الفني دعم الفني لو سمحت، الصورة واضحة؟
الصورة واضحة، الصورة صورة الأوتوكاد. الصوت كل شوية بيقطع والله مش عارف ليه، ظهر في مشكلة في النت. بس شوف الصورة، بس الصورة واضحة، الصورة يا دعم. خلاص تمام، الصورة واضحة عند الدعم، بننزلها إن شاء الله ونشوفها على النت. احنا قلنا بنشوف الاول بنشوف الايه النموذج بتاع كل قاعدة لوحدها، تمام، وبعدين بجمع اعداد القواعد قد ايه واشوف ابعادها قد ايه، تمام، وعندي العمق بتاع التأسيس من اللهم صل على سيدنا محمد من تقرير الطلب. بس لو جينا نبص على المقطع، على القطاع ده، نلاقي ان انا عندي طيبين خبر الرابطة، يعني لان انا عندي رابط العمود طويلة، وعندي كمان القاعدة، معناه ان انا احسب حفر القاعدة متقاطع معاه حفر السن. طيب الحفر بتاعي بقى هيبقى منين لفين؟ حفر الطايبين هيبقى من اول هنا لحد هنا. ليه؟ لان حفر القاعده ده من القواعد العاديه اهي، تمام، وحفر السميل هيبقى ابتداء من هنا متقاطع معايا، يعني جزء، ان انا حسبت الحفر بتاع القواعد قبل كده، مش معقوله هحسب الحفر حفر القواعد متداخل مع الحفر بتاع التايب بي. طيب نسيب بص على الجدول كده، حفر قاعده، في قاعده اسمها اف ان، تلات نماذج منها موجودين، تمام، ال 1.3، طبعا الجدول موجود عندي، 1.1 ديت مقاسات اللي هي المسلحة، 1.1 في 1.1 في 40 سنتي، تمام، اللي هي المسلحة. طبعا العادية هتبقى كام؟ 1.3 في 1.3 في 40 سنتي، اللي هي بزود عليها 20 سنتي، 10 سنتي من هنا و10 سنتي من هنا، يدينا كام؟ 1.40، 1.31 في 31 في عمق الحفر اللي موجود عندي، 31 في 31 في 1.5 يديني 7.6، تمام.
الله 6 سنوات يعني. المهم بحسب الايه القاعدة وبكتب مساحتها ب وبكتب عليها باي كام. طيب عندي بقى ال تايب بيم. تمام، تايب بيم الكاميرا الرابطة يعني، او السمال اللي موجود فوق القاعدة. بحسب الجزء المتقاطع ده مع الأواعد أو حفر الأواعد. طيب أنا عندي هنا هبدأ مثلا بالجريد اللي هو من 7 لحد 15 على إيه. تمام، الجريد ده هحسبه إزاي؟ جريد من 7 لـ15 على إيه؟ احسبه ازاي بقى؟ اول حاجة عندي الجزء ده 3 5 7 5 اهوت، وبعدين ده 2 7 5، وبعدين الجزء المتقاطع ده 1 8 من 10، اقوم رايح واقوم كاتب 3 7 5، وبعدين بوينت 2 7 5، وبعدين 1 8 من 10 طبعا مضروب. في الارتفاع بتاع الحفر. طيب وبعدين بقى بدنا بعمل سمري، بعمل طبعا السويل بين كاباسيتي عندي 1، بعمل الايتم ديسكريبشن فوتنج زي ما طلعت عندي 6 2 6 1 4، وبعدين التايب بيم 60 و 3 و 5 3 2، بيطلع لي في الاخر خالص توتال ايتم 686.681. بقارن الحفر بجداول الكميات اللي موجوده عندي. عندي هنا الاكسكافيشن كان 904.75، يبقى انا في حدود المسموح به. خلاص وضحت. اما الباتفلنج ان شاء الله بعد كده بعد ما نشرح الخرسانه. طيب حد ليه سؤال؟ لا، الشدادات غير التايبين اللي موجودة دي. يعني الحصر بالنسبة للمالك بيزيد 10 سنتي؟ لا، الحصر بيبقى بالنسبة للأواعد العادية، لأن أنا بحفر الأواعد العادية، ما بحفرش الأواعد المسلحة يا باشمهندس، بحفر الأواعد العادية. تاني آخر حاجة، آخر حاجة تاني، بعد ما جمعت الحفر بتاع الأواعد وجمعت الحفر بتاع التايبين، تمام؟ بجمع الاثنين على بعض اهوت زي ما احنا شايفين، شايف المعادلة، وبعدين بقارن الاثنين بكمية الحفر الموجودة عندي في المقايسة ايات 974.75، وعندي هنا كام؟ 686، اقل بكتير، يبقى انا كده في حدود المسموح. في احيانا بيقول لك ما تقلش عن 20%، انت لازم تحفر حاجة تانية عشان توصل عمق الحفر. طيب عمق الحفر بجيبه من هنا بالنسبة لهنا 1.5، بجيبه من تقرير التربة. احنا قلنا كذا مرة ان انا بجيب عمق الحفر من تقرير التربة، الكلام ده قررناه.
هدي لي اي اسئله. معلش، في بعض المشاكل في الصوت والصورة، مش عارف، ممكن تكون بالنسبة لسرعة النت. أيوة، الحصر بالنسبة بيكون بأبعاد العادية، لأن أنا بحفظ العادية مش بحفظ، وقلنا قبل كده. طيب، هنحاول التمرين إن شاء الله، هننزله على الإيفنت. التمرين هيكون عبارة عن غرفة حارس، هنزلها أنا على الإيفنت إن شاء الله في رسوماتها كاملة، وكل واحد يمسك بقى غرفة الحارس، يقعد يحصر في القواعد و حفر القواعد يعني، ويحسب كميات التسوية. تمام، المثال هو المشروع الموجود معانا، إن شاء الله هنحاول ننزله برضه، مشروع بالكامل يعني. نعمل تيست، دي صعبة شوية، بس الواجب اللي احنا بناخده او التمرين اللي احنا بناخده كفاية. في حد له اي اسئلة؟ حد له اي اسئلة؟ الناس تكون فهمت يعني. مواعيد إن شاء الله اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل في توقيت القاهرة. حد له أي أسئلة؟ مسألة التمرين إن شاء الله بتكون على الإيفنت، تكون على الايفنت خلاص. تمرين هتبقى عبارة عن غرفة حارس، تقعدوا تحلوا فيها كده، تحسب كميات التسوية وتحسب كميات الحفر. ان شاء الله المحاضرة، تسجيل المحاضرة يبقى كويس ان شاء الله. برضو المشروع بالكامل هيبقى موجود على الايفنت، سواء المشروع او التمرين. شكرا لكم جدا. محدش عنده اي اسئلة؟ معلش، كل اللي ما شافش المحاضرة يبقى يتابعها تاني على ال على بعد التسجيل إن شاء الله. كان في أعطال كتير، معلش يعني. طيب، حد له أي أسئلة؟ حد له أي أسئلة على سواء الأعمال الترابية؟ طيب، يا ريت كلنا نبعت التمارين على التمرين ده، بيفيدك، بينمي مهارات الحصر عندك، بينمي مهارات بتفكر ازاي او كده يعني، ازاي تستفيد من الكورس يعني. خلاص، حد له اي اسئله؟ طيب، نشكركم جدا جدا جدا، نشكر الدعم الفني، ومعلش اعذروني اذا كان اي حد يعني ما يعني يا ريت الدعم الفني يكتب الايميل للناس عشان تبعت الايميل، تبعت التمرين عليه.
النوريا ده. طب انا اكتبه هنا. هذا الايميل اهو يا جماعة، عشان الدعم الفني كاتب ايميل غلط. الايميل اهو يا جماعة، ان شاء الله بعد المحاضرة نبعت ال نعمل ال نبعت نبعت الملفات بتاعت المحاضرة، ونبعت الملفات بتاعت التمرين او الواجب. الايميل الدعم الفني كتبه وقت يا جماعه، عشان نبعت التمارين عليه، ويا ريت نبعت التمارين اول باول عشان تستفيد من تستفيد من الكورس. تمام، ان شاء الله المحاضره الجايه هتكون عن الخرسانات. يلا، نشكر الدعم الفني ونشكرك جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.